على كل دالي، ايش رايك؟ رائعين، أصوات جميلة ما شاء الله، على صغر سنه عنده صوت جميل وتركي طبعا، يعني خلاص زي ما أستاذ قلت معانا. ولدنا، خلاص قلنا فيك كل المدح يا تركي، خلاص حبيبي. عايد، ايش رايك فيهم؟ لا لا، مبدعين الصراحة، يعني تركي شادتي في مجروحة، باسل نفس الحكاية، يعني حضورهم الاثنين يعني طاغي، تحركاتهم جميلة، إحساسهم جميل، كل واحد قاعد يغني بـ يعني بأسلوبه، واللي يعني زاد حلاها يعني الأغنية، يعني مع أن الأغنية جميلة يعني من أساطير الأغاني العربية طبعاً يعني. طبعاً. فيعني لما غنوها بطريقتهم يعني أعجبتني طريقتهم، يعني العرب اللي سووها في بعض المناطق. شكراً لكم، أبدعوا بصراحة. شكراً عايض. هالنتيجة غير كل النتائج، لأن الفايز فيها راح يتأهل مباشرة للحلقة الأخيرة وينضم لأمير اللي هو أول مشترك معانا بالحلقة الأخيرة. أما بين باسل وتركي راح يروح مين فيهم عند مهند، ومين راح ينتقل للنهائيات؟ النتيجة قيد التحضير، وأنا الآن جاهزة أسمعها من غرفة الكنترول. هذه النتيجة النهائية تعتبر الحاسمة. نعم. يعني أروح البيت زعلان. مبروك للتركي. تعبت ولقيت بصراحة، ومبروك لداليا العلامة. وش بس انا فايز. لحظه، فايز مين؟ لسه ما طلعت النتيجه، متى قررت ان انت فايز؟ 5-4 النتيجه صح؟ ما قاعد يحسب قاعد اقول لك ابغى انام مرتاح. نورتنا وشرفتنا. شكرا. ودخلت قلوبنا والله العظيم. شكرا. طلتك بصوتك. شكرا. ولا تزعل، ممكن عايض بعد. أكيد. ينقذك اكيد ان شاء الله. شكرا. تقدر تتفضل. شكرا.